السلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ويلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. فيديو جديد. هذا الفيديو هذا بغيت نشارك معكم لثاني مره السمن بالطريقه ديالنا. المهم هذه المره غنشارك معكم واحد السمن اللي بلدي 100%، ماشي بحال داك النهار صاوبتو معكم غير بالزبده الروميه او الزبده ديال العلبه. اليوم غنصاوبو معكم بالزبده ديال البقره، كيف ما كتشوفوا البقره البلديه. يعني هذا السمن غيكون صحي 100%. وقلت السمن الحار هذا السمن الحار، وقلت علاش لا ما غاديش نشاركم معكم. المهم ما نطولش عليكم وندوزو مباشره للمكونات. اول حاجه كنحتاجو كميه من السمن ديال البقره البلديه ولا الروميه على حسب اللي عندكم. المهم مي جبتها ها هي، تحتاجو كميه المهم على حسب الذوق. وغادي نحتاجو كيلو قصريه فين غادي نقادو السمن ديالنا. غنحتاجو الملحه ديال الحجر كيف ما كتشوفوا معايا، الملحه الحيه المحجره. وغنحتاجو الزعتره. المهم بالنسبه للزعتره حنا طيبناها ديجا في الماء كيف ما كتشوفوا معايا، ها هي خليناها تغلات صافي وبردات هي باش غنخدمو. يعني هذه المهم هنا غنحتاجو الماء على حسب الذوق على حسب الكميه اللي عندنا. وهنا غنحتاجو ملح الحيه النيت ومدقوقه. غنحتاجو هاد القله هذه ولا المهم كل واحد شنو كيقولها ديال الطين، هي فين غنديرو السمن ديالنا في الاخر حيت هي كتحتفظ عليه 100%. ومهم صحيه وزوينه، مادام اننا غنصاوبوش حاجه صحيه فضروري نديروها في شي علبه اللي تكون صحيه. المهم دابا غادي وبالنسبه لهاد المقص هذا هو باش غنحزمو، يعني غادي نديرو هذا من الفوق هكا غنوريكم الطريقه وغادي نحزمو به. المهم المقص باش نقطعو. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. ودابا غادي ندوز معكم مباشره لطريقه التحضير، خليكم معايا. المهم البنات دابا رجعت معاكم، كيف ما كتشوفوا امي غادي تصاوب معنا السمن. اول حاجه كنهزو الزبده. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ كصبحتوا لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كلشي بخير؟ معز عليكم، سمحوا لينا على الغياب، صباحكم مبروك. كنديروها في القصريه كيف ما وريتكم قبيله. صافي هنا مباشره غنبداو نضيفو المكونات ياك. لا بعدا تغسل مزيان، ماشي غير الملح يعني ضروري تغسلوها. غير شويه الملح الحيه، غير شويه غنقياس غادي غندق بهاد الملح هادي باش غتغسلها. المهم ديك الملحه الحيه المحجره هي باش غادي نغسلو الزبده ديالنا. ها هي الملح الحيه، ها هي باش غتغسل غتغسل هاد السيق. المهم بالنسبه لهاد السمن هذا يعني شي حاجه صحيه. غنزلعوها هاد الماء، وهي الطريقه باش كيصاوبوها تقريبا كاع الناس اللي كيصاوبوا السمن. هذاك ديال داك النار حتى هو سمن، غير هو مصاوب بالزبده الروميه. وما درناش فيه هاد الطريقه هادي، ما درناش ليها الطريقه هادي. وهذا السمن الحار، هذا السمن الحار ماشي بحال السمن ولا رمضان اللي حيا الله. هذاك السمن اللي شاركت معكم هذاك كديريه على الصيده ولا الروز. الله يدينا من حي حنا وياكم مجموع المسلمين، باش قلنا الصحه والسلامه ولهنا راحت البال. المهم غادي نغسلوها مزيان بهذه الطريقه هذه، قاصحه شويه في بارد الحال. ها دابا هاد الملحه باش تغسل السمن تيهز الملحه اللي بغا، داكشي اللي قدو تيتملع على حسب اللي. دابا غنخرج اللبن، هذا الماء تقريبا راه صافي. المهم صافي من بعد ما غسلناها دابا غنبداو نضيفو المكونات. دابا غندير الماء ديال الزعتره، الزعتره ماشي الزعتر. صافي وغادي نبداو في نفس الوقت عاوتاني ندخلو داك الماء. دابا انا ندخلو ديك الزبده باش كيكون فيها داك المذاق ديال الزعتره.
ضروري تدخلوا الماء ديال الزيت. ماشي ديكم هاد السمن الا طاب ان شاء الله، الا طالع المر ان شاء الله غيطلع شهر ونص شهرين تيكون. كولوا عيط لي اللي ياكل معاك. سقوش يدخل هاد الزعتر وهاد الملح. المهم غادي ندخلوا الماء ديال الزيت راه في الزبده ديالو، من بعد غنرجع معاكم. المهم من بعد ما دخلنا داك الماء في الزبده مزيان وسالينا، دابا كنحاولوا نجمعوا الزبده ديالنا بهذه الطريقه هادي. نفس الوقت تملح، نفس الوقت تدخلها الماء ديال الزفره ها تغسل. ها شوف تبارك الله الصلاه عليها. نزيد شويه الملح. ها هي طبا دابا، ها ماشي بحال كيما كانت، ها دابا راه تطلع. هي الطريقه باش يدير السمن. شوف تبارك الله. وشوي الملح الحية في الماء. تقدروا وقعدوا تستعملوا الملح العادي. اه انا ما بغيتش عادي، ولكن هذه هي الطريقه الصحيه ديالها، الطريقه ديال السم الحار. تقدروا تستعملوا في بلاصه الملح الحيه ديروا الملح العادي. يعني الملح العاديه ديروها في الماء، يجيبوها في الماء مع هذا الماء ديال الزعتر، يجيبوها معاه مع الماء ديال الزعتر ويغسلوا بيه بحال هكا. صافي دابا هو صحبها هو تبارك الله. المهم دابا غادي نمسحو القلة حيت صافي غادي نديرو فيها السمن ديالنا. شيكون فيها الماء مخصش يكون فيها الماء، تكون ناشفة مزيان ونقية. ها حنا غنبداو بسم الله. ها هو موجود. ها المهم هنايا فين غادي دار راه ملح الزبده ديالنا بالسمن الحار. صافي غادي نبداو ناخذ شويه بشويه وغادي نبقاو نديرو بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. صروها بقى فيها الماء. صافي نبداو نحطو في هو دابا ما كاين لا ما لا حتى شي حاجه. ها بسم الله توكلنا على الله. هذا دابا واخا يجلس سبع سنين، ضمنتو لكم سبع سنين يجلس هنا ما يتبدل ما يتغير. سبع سنين اي الله حيت فيها، يلا كمل فيها ديال سبع سنين، ولكن ولا غير ديال الدواء لي درو ظهرو لي درو الكابي نعطيه واحد شويه. ها كاينش الماء. المهم كتعصروها مزيان، ما كتخليوش فيها داك الماء ديال الزيت راه والملحه، كتقادوها بيديكم بهاد الطريقه هادي. صافي حتى كتكملوا الكميه كامله. شكرا الله صلى على النبي. كتكملوا الكميه كامله وكديروها في القليله. غنبقى عاوتاني الا غنطيب ان شاء الله، راه كنت نطيب معكم في هذا القله. الا بغيت ندير الكرعين، الا بغيت ندير الحريره ان شاء الله نبقى نحط عاوتاني هذه القله. عقلوا عليها. المهم غادي نبقاو على هذه الطريقه هذه حتى غنكملوا الكميه ديال السمن كامل ونرجع معكم. المهم البنات من بعد ما كملنا الكميه ديال الزبده اولا السمن الحار ديالنا،
كيفما كتشوفوا غادي نعكو داكشي باي ملعقه خشبيه ولا اي حاجه، غادي نعكوها باش الخشب يعني تجي معطره مستويه. شوفوا نقادوها مزيان، صافي ندخل دابا يديا صافي ونقادها نقادوها باليدين ديالنا حتى الا كان شي مايا غيطلع ولا شي حاجه. ها انتما صلالي صافي. المهم نهار اللي غنبدا عاوتاني فيها نوريها لكم الى حين الله. المهم هنايا غادي ناخذوا بابي كويزين ولا اي توب، لا شغل زوين نقي توب رطب ونقي. ما بغيتش ندير الميكا، الميكا لا سي تنفس شويه وصافي. غناخذوا اي خيط 15 يوم ولا هذه غندير الميكا، ولكن لا سي تنفس شويه. غناخذوا اي خيط وغادي نحكي داكشي. ها هذه هي الطريقه ديالها، اللي بغيت تحط في شي بلاصه لي محكمو لا الضو ولا الشمس، تحط شي ماريو ولا شي رفده ولا شي صافي. ها انتو صافي. المهم هادي هي الكريله ديالنا، غادي نحطها في شي بلاصه اللي مظلمه، ومن بعد واحد المده نبقاو نهزو منها وقت ما بغينا ناخذو منها باش نبقاو نديرها في الاطباق ديالنا ولا في الرفيسه ولا في الحريره بحال الرفده. ولكن المهم بحال هاد البلاصه هادي يعني لا ضوي ستغطب شي حاجه شي بلاصه اللي مظلمه. المهم وصافي. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال القليله ديالنا البنات. صراحه كيجي زوين بزاف، تقدروا تستعملوه في الرفيصه، تستعملوه في كسكسو، اي حاجه تقدروا تستعملوا فيها هذا السمن. هذا كيجي زوين بزاف والمذاق ديالو مختلف بزاف على المذاق ديال اللي كنشريو على برا، وفي نفس الوقت شي حاجه صحيه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دعمونا بواحد اللايك، كومونتيرات ديالكم زوينين. تحياتي لكم، تلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.